إلى متى نحارب الفساد؟ هي زعما ناسين، والتقارير الدولية تقولون راكم تقدمتوا بالنسبة للآخرين، كتا الآخرين تيحاربوا، وكيفاش تقدمنا؟ ناسين وتقدموا، سبحان الله، يقولوا يكون فايقين ما زعما هاد الناس. عم شوف، احنا باش ننتقدوا المغرب سهل، عباد الله بلادهم كتقدم وتنتقدوها، تقول هادشي ما كافيش، متفقين، ولكن ينتقدوا غير انتقاد، لان ولينا الثقافه ديالنا كلشي مكرفس. هذه هي الثقافه السائده في المواطن عند بزاف المغاربه، راه ما راه حرام. واش حنايا السياحه غاديه مزيان، الاستثمارات الاجنبيه غاديه مزيان، الحمد لله، البطاله نقصت شويه، شوف عدد السيارات اللي كتزاد في المغرب غير بوحديتو، زعما هاد السيارات قاعد تلقان معمرين بالسيارات من وين. انا اللي عندي السن ديالي متقدم شويه، انا عاقل على المغرب ديال الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات، البلاد غادي تتقدم وكيفاش هادشي ما كاين شيء. حقيقه دوك اللي ما عنده والو ما يمكنش يقول لك كلشي مزيان، والمشكل هو ملي تلقى واحد عنده 20,000 درهم وبدا تيبكي، اش خلاو للصغار؟ اش خلاو اللي ما عنده والو؟ اش خلاو مول 3000 و 4000 درهم في الدار البيضاء ولا في الرباط؟ وشويه راه ما بقاش القناعه، كل واحد ما بقى بغى يعيش ما نعرف كيفاش. راه الا مشاو لعند الجيران لتونس لمصر تنتحداهم يلقاو هاد الاجور اللي كاينه في المغرب. هاد الاجور حقيقه ضعيفه بالنسبه لاوروبا، ولكن من هنا لقناه سويس الاجور المغربيه هي المرتفعه، ماشي كافيه، ما كافياش، ولكن خاص شحال الدخل ديالنا وشحال دايرين. يعطيوني مثال للمغرب في الدول الافريقيه، شي اجور يمشيو للدول الافريقيه ويقلبوا على الاجور كي دايره. هادو كاع اللي تينتقدوا مزيان، ما كافيش هاد المناوشات، والا غاد نقولوا خاص التجمع الوطني الاحرار، العداله والتنميه، البي بي اس، لي سي اف بي، لي سي، كلهم يكونوا حزب واحد، متفقين غير على البرنامج، هاي كتبوا على المغاربه، متفقين غير على البرنامج الحكومي، ما خارج البرنامج مختلفين عليه، وخاصه بين الاختلاف ديالنا، باش المغاربه يعرفوا هذا من هذا، ولكن كيف كيف؟ يلا ولا حزب واحد؟ لا اغلبيه واش حزب واحد؟ الأغلبية فيها ستة الأحزاب، وباش غادي يعرفونا المغاربة بلي ستة؟ إلا متفقين؟ متفقين على البرنامج الحكومي، على عقلت على السي عباس الفاسي والسي اليوسفي كانوا مضاربين، باش عرفوا الناس ها حزب استقلال، ها الاتحاد الاشتراكي، المواقف كل واحد، يا كان صراع، ولكن كانوا خدامين، واش ما كانش اليوسفي خدام ذاك الوقت؟ هذا طبيعي، إلا عندك ستة الأحزاب في حكومة وباش بغيتي تميزي بهم انت، لا بدا تميزي بشي حاجة، إلا ما اختلفوش باش نعرفوا هذا من هذا، يقولوا كل شيء كيف كيف. إيوا نمشيو للانتخابات، غادي نترشحوا كأغلبية، غادي ترشح كل واحد وغتكون مضاربة ضروري، وعلى كيفاش بغيتينا نتفقوا الناس وتنفقوا انتخابات، من دروك خاص كل واحد يعرف فين غادي، كل واحد يعرف في الدار ديالو، كل واحد يعرف فين يوقف، ولا اللي ما عارفش باش يميز، هو اللي ما عارفش يدرك، اللي ما عارفش السياسه مزيان وعارف الاحزاب باش يميز، يتسنى حتى الانتخابات اللي يميز، من دروك يقول لك هاد الانتخابات ما تصلح لوالو، كيف كيف يلا، ولا دار موقف اليوم ما غاديش يمشي كاع يصوت، بالعكس خاصنا نختلفوا خارج البرلمان الحكومي، وراه ما مسخنينش الساحه السياسيه، راه الساحه السياسيه بارده، المواطن بغات يستهلك شي حاجه، يعرف شي حاجه، اما لا كل واحد ساكت ما بقات سياسه، واش السياسه بالسكت؟ السياسه تقول كل شيء متفقين على كل شيء، ايوا اكيد علاش دايرين ستاد الحزاب، ديروا حزب واحد. السخط هي الشجره يبسات، هذا المغرب عمر ما كاين شي حكومه تطيح بوحديتها، وشو علاش غطيح؟ كاين شي واحد غادي يخرج من الحكومه؟ كاين شي حزب قال لي غادي نخرج من الحكومه؟ كاين شي حزب ضد هاد القوانين اللي كنديروا؟ كاينش، هذا كلام ديال شي معارضه ولا شي معارض مسكين ما عنده ما يقول،
وهذا الكلام طير وجوه ما عندهم ما يديو. الحكومة إن شاء الله خدمتها 2021 والعدالة والتنمية هو الفائز إن شاء الله بانتخابات 21. عاش بعد المشاكل؟ لا طبيعي الجسم اللي الجسم الحي تعيش مشاكل. واش القدرة على العدالة والتنمية بتجاوز المشاكل باش الحزاب الآخرين تيتضربوا تيتقاسموا؟ واش قاد الحزب لأن الحزب اللي ما عندوش تجربة في المشاكل غير يتصدم أي مشكل وراء 2002 2003 المشاكل أكبر دوزنا مشاكل أكبر من هذا 2009 مشاكل أكبر من إذن القدرة المناعة حزب العدالة والتنمية هي اللي كانت تشوف الآخرين تيفشلوا أمامها بحال شي صخرة تيتضربوا تقول لها هما غادي يتهرسوا غادي يطيحوا بحال الحكومة غادي هذوك غيمشي غيتهناوا العدالة والتنمية قوية وهي اللي غتدي إن شاء الله انتخابات. أنا عمري ما درت الحساب الشعبية الشعبية أنت غاد لا ماشي الشعبية فقط ذاك الخلافات اللي كانت كان عندها أثر سلبي ولكن الحمد لله الحزب كيتعافى لأن علاش تنمشيو نديرو مهرجانات وتنشوفوا الناس كي تيتعافى حنا تيحطوا لنا الأسئلة تيحكونا في الأسئلة وتنتواصلوا مع المواطنين راه الأمانة كلها كتسرع السبت والحد راه كل واحد في جهة في المغرب راه خدامين وهذه الحكومة أنا عشت أن هذه الحكومة خدامة أحسن من كل سابقتها. أنا نقولها لكم ربما في التواصل يمكن يكون شي حاجة ولكن على مستوى العمل اليومي والمشاريع والاستثمارات وغيره لا مثيل لهذه الحكومة. اللي بغى شوف أنا ما تنحاولش نعجب تنقول المغاربة اللي كان علاش؟ اللي كان الإحصائيات والتقارير الدولية كل شيء كتقول ماشي الدولي اللي تقول كل شيء التقارير تقول هذا الشيء. أن المغرب فضل هذه الحكومة كيزاد راه بدات في 2012 مثلا نذكروا الأسس الساس ديال هذا الشيء لأن من بعد الساس تيكون صعيب في الدار ملي تديري الساس ساهل تطلعي الحيط دروك حنا تنطلعوا الحيط غاديين بسرعة ماشي ضد عبد الإله بالعكس أنا صوت له في المرة واحدة تقريبا اللي صوت لعبد الإله هي باش يكون أمين عام في الآخر أنا غير كنت تجبت بالقانون أنا كنت متشبث بالقانون فقط ما باغيش نغيروا القانون على الأفراد صافي ما عبد الإله ممكن يرجع ولا رجع من حقه ما غاديش نكون أنا ضد صافي هذيك ديال تشبت أنا بالقانون واحد آخر ما تشبت فيه هذا صافي فقط اختلاف هذا اختلاف طبيعي هادشي هذا اختلاف ديمقراطي علاش تيتيريو على عبد الإله بوحديتو علاش خلاو كاع الاخرين استافدوا اذا بغاو الخدمه في عبد الإله وبغاو الخدمه في العداله والتنميه وما عندهم ما يديو علاش نقول لك علاش هاد الناس كون عندهم المصداقيه غادي يتيقوا من الناس 2012 ياك تيريو فينا تاعيو الشعب عارف دروك شكون كنت نهار ينتقدونا ناس مزيانين نطيقوهم اما هادو عطيهم يسبونا يوميا 24 ساعه على 24 باش ما تيسبونا الناس يقولوا هاد المغاربه هاد العداله والتنميه مزيان علاش لان كيسبك واحد ما فيه ثقه اذا الا تيسبك داك اللي ما فيه ثقه المشكل المغاربه نهار يقولوا لنا هادو مزيانين هادوك اللي ما فيهم ثقه يقول العداله مزيانه راه تكون المشكل نهار داك الوقت حطوا الاسئله علاش ولينا مزيانين عند هادوك ماشي بحال داك اللي قال لي تحسنت اوضاعه قال لك شي واحد كان تيمثل للجامع وداك الشيء تيديروا عليه تقرير راه خايب 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 نهار مشى للبار قالوا تحسنت اوضاعه وراه ديك تحسنت اوضاعه اللي مشكل نهار يقول لك تحسنت اوضاع العداله والتنميه هي المشكل ايوا انا بعدا تيصوتوا على هاد المغاربه اللي كنستفزهم المغاربه كوني معاهم معقول وقولي المعقول لان بعد خطرات الحقيقه كتجرح وانا داكشي تنفكر ما تنفخش المواطنين وما انا ما تنحاولش نعجب شي واحد بعدا تنقول مع ضميري مرتاح قلت واحد الكلمه الا مرتاح لها ما يهمنيش واش عجبت شي واحد ولا لا الا قلتي للمغاربه المعقول ما بغاوكش شي بس ما كاين ما درنا في العافيه ما يتحرق نهار الانتخابات الا ما نعرف الا ترشحت ولا ما يصوتوا الا ما عجبهمش عاد ما يصوتوش هي كدير حده
صافي انا غير نكون مرتاح الذات ديالي، ما كذبت على حد، ما نافقت حد، داك الشيء اللي تنفكر فيه خايب ولا مزيان تنقولو بارك علي. انا ماشي تنقول الحقيقه، تنقول داك الشيء تنفكر، كاين الفرق بين الحقيقه والراي ديالي، تنقول الراي ديالي. ايوا كيفاش بغيتي نعجب كل شيء ولا الله سبحانه وتعالى عليه اختلاف، الرسول ما عليهمش اجماع، وبغيتي يكون اجماع الداودي ولا على فلان ولا فلان؟ لا لا انا ما تنقلبش على هادشي نهائيا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.